قال لي إنه بده يتزوج معك، وإذا ما بزوجه إياها خلال أسبوع الولد عم يهدد إنه رح يخطفها. شو على كيفه إنه يخطفها؟ عمي أنت كان لازم تتصل فيني فورا مشان إجي لهون وأعمل له اللازم. ابني شوف، أنا وأنت وأبوك وألف واحد مثلنا إذا منجتمع كلنا سوا صدقني ما رح نقدر نخلص عليه. بصراحة عم فكر إني زوج مهك لإحسان بأسرع وقت. هدفنا هلأ ننقذ مهك بالأول، وبصراحة فكرت وما لقيت حل أحسن من إنه نزوج مهك لإحسان. أنا موافق عمي، رح أتزوج مهك ورح أعمل مثل ما طلبت مني. أخي أنا ولا مرة بحياتي رفضت لك طلب ولا رح أرفض لك، مهك بنتي كمان، وهلأ رح تطلع على بيتها التاني. أنا عن جد بحبك، بحبك من جوات قلبي، ورح أضل حبك على طول. ممكن تعطيني فرصة لأثبت لك إني بحبك وبدي إياكي؟ ليكو إجا. شو يعني إجا؟ عم يفوت لجوا جاي لعنا يعني؟ ليكو رح يفوت على البيت؟ على أي بيت بتقصدي؟ استنى اسمعني شوي، مهك ما بدها تتزوجك، هي بتكرهك، ليش ما عم تفهم؟ يلا جيبوه، مش حطوله عندي. اسمعوني منيح شو رح اقول وافهموا شو بدي اقولكن. يلي بيطلع بمهك رح ينطرب بنفس الطريقة. مهك إلي وبس، مهك إلي وبس. حطوه بالسيارة. لك اتركوه، مشان الله اتركوا أحسان، اتركوا أمي. وهلأ ما عندك غير خيار واحد، يا بتتزوج مهك وتموت يا بتضلك عايش. شو بتختار؟ انت شو عم تحكي؟ البلد فيها قوانين وشرطة. شكلك ما رح تقتنع. ما رح فكر لحظة قبل ما اضغط على زناد، رح اقتلك ورح اقتل كل عيلتك. بترجاك لا تأذي عيلتي. أنا رح أعمل شو ما بدك، بس بترجاك لا تقوصني، بترجاك. هي بتستحق إنها
تكون لإلي. شو أنت جنيت يعني؟ وهلأ بابا بده إياك تترك الشاب يروح. هلا إذا كانت إرادة بابا ضد حبي ما رح تفرق معي شو بده وشو ما بده. وبالنسبة لموضوع الشاب الحلو فأنا رح أدركه بالوقت المناسب. إذا ما رح تسمع مني فأنا مجبور أتدخل بنفسي. شامشير، يا رب أنا كتير خايفة على أحسان. أنت بعدت لي إياه ليساعدني ويكون جنبي. يا رب احفظه وين ما كان هلأ. يا رب دخيلك طالعنا من هالمحنة. خد موبايلك. تتذكر شو راح تحكي بس ترجع على البيت؟ ايه متذكر. شو راح تقول؟ ولا شي، راح اعمل مثل ما طلبت مني وراح اخبرك بكل شي بس اوصل على البيت. انا بعطي فرصة واحدة، اوعك تخوني. ماشي، يلا تعال اتصل باهلك وخبرهم انك راجع. يلا بيكونوا اشتاقوا لك. احسان؟ الو احسان؟ احسان انت منيح؟ ايه ما هيك، انا منيح كتير. ليكني راجع على البيت. ليك استنيني وخبري كل الموجودين اني راجع على البيت. ايه بس على القليلة قلي. احسان الو. يلا يلا امشي. شو صار اختي؟ احسان اتصل هلا. شو؟ ايه شو قال؟ عم يقول انه هو كتير منيح ولكو راجع على البيت. مبروك اختي، والله فرحتي لي قلبي. قلت لك انه ما رح يصير له شيء ورح يرجع عن قريب. لازم خبر بابا وبشره. يلا بسرعه خلينا ننزل. اختي رح تتزوجي اليوم. الف الحمد لله يا ربي. الف الحمد لله انك بخير يا ابني. شو عملوا فيك يا ابني؟ أنت منيح؟ أنا منيح، منيح ماما. آسف ميك، أنا ما بقدر أتزوجك.